أعلنت فرنسا أنها تعد مع دول أوروبية أخرى تحركا مشتركا لمحاولة إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أشار إلى أن تل أبيب قد تواجه إجراءات أوروبية انتقامية إذا ما مضت قدما بخطتها ضم أجزاء من الضفة الغربية. فرنسا وشركاؤها الأوروبيون يحاولون إعادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات في رد فعل أولي طال انتظاره تجاه التطورات الأخيرة. تحذر فرنسا على لسان وزير خارجيتها من أن تل أبيب قد تواجه ردا أوروبيا إذا ما نفذت خطتها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. نواة التحرك الأوروبي تجمع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا. وفي الخطوات العملية يجتمع جان إيف لودريان في غضون أيام قليلة بنظيره الإسرائيلي الجديد، مدفوعا بخطورة الخطوة الإسرائيلية المزمعة التي وصفها بطريق لا عودة بالنسبة لحل الدولتين على طريق سلام دائم. خطوة الضم تأتي نتاجا لصفقة الأضداد في السياسة الإسرائيلية يجمعها قضم الحقوق الفلسطينية. حكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس اتفقا على بدء ضم أجزاء من الضفة اعتبارا من يوليو القادم. والتحرك الأوروبي إن انتقل من مستوى التصريحات إلى الأفعال قد يشكل محاولة لإعادة التوازن إلى الموقف الدولي حيال عملية السلام في الشرق الأوسط. فصفقة نتنياهو ترامب أو ما تدعوه الإدارة الأمريكية صفقة القرن تفتح الباب على مصراعيه لضم ما تبقى من فلسطين وغور الأردن. وينضم إلينا مراسلون من حول العالم تحديدا من فلسطين، أحمد جرادات من القدس، عميد شحادة من رام الله، ومحمد الحجي من باريس. أبدأ معك عميد شحادة من رام الله، هذه ليست المرة الأولى التي تلوح بها السلطة بالانفكاك عن الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، هل هناك إشارات إلى جديتها في تطبيق هذا القرار حتى الآن على الأقل؟ نعم، ما يقوله أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولكن خلف الكاميرات أن هذه المرة لم يعد هناك أي أمل من التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. هددت السلطة الفلسطينية أول مرة بوقف التنسيق الأمني يوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ولكنها نقلت لأن السلطة لم تنفذ، وبالتالي لا يوجد أمامهم سوى بالفعل تطبيق هذه القرارات. وما اجتماعات الحكومة الفلسطينية منذ أمس ولغاية اليوم، قبل ساعات كان آخر اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية من أجل تنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني الذي قال أنه يعتبر دولة فلسطين والسلطة الفلسطينية في حل من جميع الاتفاقيات الأمنية وغيرها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية. وبالتالي هذه المرة يرون أنها مختلفة وأجبروا أن تكون مختلفة لأنه لم يعد هناك أي أمل من التعامل مع الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلية التي وعدت حكومة نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية في برنامجها الانتخابي، وما تخشى الحكومة الفلسطينية أن تنتظر الضم لتأخذ موقف، وبالتالي سبقت الضم بشهر تقريبا وأخذت هذا الموقف الذي على ما يبدو سيكون مختلف عن سابقاته. طيب دعني عميد أنتقل لمراسلنا في القدس أحمد جرادات. أحمد، هل من ردود أفعال ظهرت من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه هذا القرار الذي يعني سمعناه عبر رأس السلطة الفلسطينية؟ لا شيء ظاهر حتى الآن منذ يوم الثلاثاء، وإلى الآن تلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت، لا حديث لدى السياسيين الإسرائيليين ولا أي رد فعل ولا أي تعقيب على موضوع حل الاتفاقيات ومن قبل الفلسطينيين. ما نراه حاليا هو الصمت. رصدنا في الفترة الماضية هو آراء لأمنيين إسرائيليين يعتقدون بأن السلطة لن تقدم على حل التنسيق الأمني ووقف التنسيق الأمني بالتحديد لأنه يخدم مصالح الطرفين، أي يخدم مصالح القيادة الفلسطينية ويخدم أيضا مصالح إسرائيل. ولكن اليوم ما ظهر هو أن فعليا السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل عن طريق المنسق لأعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة كميل أبروكن، تم إبلاغه رسميا بوقف الاتصالات ووقف التنسيق الأمني. إذن إسرائيل حتى الآن لا ردود فعل سياسية ولا أي تعقيب. هنا ينظر إليه بحسب مراقبين أنه ربما يكون
أن إسرائيل فعليا لا تأخذ على محمل الجد هذه التهديدات، أو ربما تنتظر؟ في الفترات الماضية وحسب ما سرب للصحافة فإن كانت هناك ضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل إسرائيل وقبل أيضا جهات أخرى بعدم اتخاذ مثل هذا القرار، ولكن اتخذه ويبدو بأنهم مصر على المضي قدما في تنفيذ هذه الخطوة. وهنا في إسرائيل هناك حالة من الانتظار والسكوت وعدم ردة الفعل، ولا يوجد أي تعقيب على هذا الموضوع الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة أيام عفوا. طيب محمد، في باريس يعني لغة الخارجية الفرنسية لغة ربما غير مسبوقة تجاه تل أبيب أنها قد تواجه إجراءات أوروبية انتقامية، ما تفاصيل هذه المبادرة وهذا الموقف الفرنسي؟ نعم بالفعل زاهر، يعني جون إيف دريون كان واضحا بأن هناك قد يكون هناك رد أوروبي مشترك يجمع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا إضافة إلى إيرلندا ولوكسمبورغ تجاه قضم إسرائيل وضم إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية. قال إذا استمرت إسرائيل في هذه السياسة سيكون هناك رد أوروبي في وجه إسرائيل، لكن ما طبيعة هذا الرد؟ في الحقيقة جواب دريون ينوم عن السياسة العقلانية الفرنسية تجاه الأزمة الفلسطينية، يعني الملف الفلسطيني الإسرائيلي، على اعتبار بأن لودريون عاد مرة أخرى وكرر بأنه سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد في الأيام القادمة، وإلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وحل الدولتين، وأن قرار إسرائيل سوف يهدد السلام في المنطقة وينسب عملية السلام، وبالتالي سيلغي نهائيا المفاوضات، وهذا أكثر ما يخيف فرنسا. مرة أخرى فرنسا خطابها تجاه القضية الفلسطينية والملف الإسرائيلي الفلسطيني هو خطاب عقلاني لم يتغير لا في عهد اليمين ولا في عهد اليسار ولا حتى في عهد ماكرون الذي لا ينتمي إلى أحد الحزبين. شكرا جزيلا لك محمد الحجي من باريس، وأشكر أيضا عميد شحادة من رام الله وأحمد الجرادات من القناة.